في وقت يتزايد تأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد الدول والشركات والقطاعات الإنتاجية، سارت عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات احترازية للعمل على احتواء التداعيات السلبية. شهدت الأسعار وأسعار الأسهم عالميا أسوأ أداء لها منذ الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام 2008، وهو ما جعل البعض يصف يوم الاثنين بالأسود. وأغلقت المؤشرات المالية الرئيسية في الولايات المتحدة أول أيام التداول هذا الأسبوع بخسائر تجاوزت 7%، في حين بلغت خسائر الأسهم الرئيسية في بورصة لندن حوالي 8%. تكررت تلك الخسائر الكبيرة في أوروبا وآسيا إثر خلاف بين روسيا والسعودية بسبب تخفيض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار. كورونا يهدد اقتصاد العالم، مؤسسات دولية تحذر من أسوأ تراجع للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية قبل أكثر من 10 سنوات بسبب كورونا. بعيدا عن نظريات المؤامرة المتعلقة بظهور الفيروس والشائعات التي تؤدي إلى انتشار مخاوف تنعكس بدورها على اقتصاد الدول، ماذا يحصل على أرض الواقع؟ ينضم إلينا الآن مباشرة الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ فالح نايل الجوابرة. صباح النور والفل أستاذ نايل. صباحكم حب وصباحكم ورد وصباحكم بعيد عن الكورونا. الله يبعد عنا وعنكم هذا المرض وعلى الجميع بيسمعنا. أمين يا أستاذ نايل. يعني تتصدر أخبار الكورونا العالم، يعني لم يقل لنا أخبار إلا أن نتابع ماذا يحصل جراء هذا الفيروس الذي يعني انتشر انتشارا كبيرا وأثر على كل قطاعات الحياة، الصحة، الاقتصاد، وأيضا السفر. ماذا يحدث أستاذ نايل؟ يعني نريد أن نبسط الموضوع لمستمعينا. نتعامل مع الشق الصحي، نتعامل مع الشق السياسي للموضوع، ولكن أيضا هناك تأثير كبير على الاقتصاد. ماذا يحصل على أرض الواقع؟ لو تحدثنا بداية ما هو سبب هذا الحدث الكبير الذي أدى إلى الذعر إلى جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم من هذا المرض، إلا أن هناك أمراض أكثر فتكا في الإنسان. يعني إلى الآن يعني يعتبر عدد الوفيات أقل من عدد وفيات في أمراض أخرى، يعني يعتبر هو أقل عدد وفيات من السرطان منذ بداية السنة حتى الآن، إلى أن اتجاه الإعلام للأسف بشكل كبير ومواقع التواصل الاجتماعي لعدد الوفيات وانتشار المرض في مناطق جديدة هو ما أدى إلى أن يكون هناك ذعر كبير لدى المجتمعات جميعها. الآن أصبح المجتمعات جميعها تتوقع أن يكون هناك، يمكن بالنظر فقط، أن يكون هناك انتشار من شخص إلى شخص آخر. الاتجاه إلى أو ابتعاد الأشخاص من الأفراد إن كان من الأسواق أو من غيره هو ما جعل هناك هلع كبير، إلى أن منذ البداية عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة كما اتخذتها الصين من البداية، في بعد طبعا اللي هو يعتبر اللي كانت السنة الصينية، اتخاذ إجراءات صارمة جدا وما جعل هناك انتشار بشكل كبير خارج الصين. لو نلاحظ أن الآن هناك احتكار للمرض في داخل الصين، وهناك مدن اليوم افتتح 4 مدن وأصبح التنقل في سهولة جدا وعودة المواصلات تدريجيا في الصين، إلى أن خارج الصين أصبح هناك التنقل أكثر صعوبة، وأن أصبحت مدن خارج النطاق إن كانت في بعض الدول أو إن كان هناك دول يكون هناك احتراز منها وعدم دخول أو خروج أي شخص منها. هذا الدور هو ما جعل شرارة الكورونا شرارة عالمية، وطبعا خاصة على الاقتصاد. إذا تحدثنا صحيا هناك الدكاترة جميعهم يعني هناك يطمئنون أن سوف يكون هناك علاج بأسرع وقت، وأن المرض يفتك في الأفراد اللي هم كبار السن، أي أن هناك لدي خريطة بالنسبة خريطة مرضية سابقة، وأن إذا كانت هناك الخريطة السيئة بكل تأكيد سوف يكون المرض فتاك جدا. وسائل التواصل كما ذكرت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام جميعها لا تعرض إلا عدد الوفيات، إلا أن عدد الشفاء لا تعرضه، وأيضا الأعمار هو ما يسيطر بشكل كبير على كل شخص في جميع أنحاء العالم من كورونا.
أستاذ نايل، يعني الكثير يتحدث عن نظرية مؤامرة في هذا الموضوع صحيا واقتصاديا. هل نبدأ من المؤامرة؟ هل ترى فعلا أن هناك مؤامرة بشأن التهويل ربما بكورونا وما يحدث في العالم؟ يعني من هذا الانهيار الكبير للبورصة، لأسعار النفط، تأثرت القطاعات كثيرة في هذا الموضوع حاليا. هل ترى هذا واقعا، يعني موضوع المؤامرة؟ للأسف دائما نريد أن تكون هناك شماعة نلقي عليها جميع أخطائنا. دائما هناك نريد أن تكون هناك أي شخص أو أي دولة تكون شماعة إلى الغير. هناك أخطاء، نعم هناك أخطاء إذا كان من فرد أو من مجتمع، لكن مؤامرة كيف تكون مؤامرة والمرض يصل إلي مباشرة؟ إذا أنا كنت قد أظهرت هذا المرض، فكيف أخلي المرض أنه يوصل لي؟ أكيد سوف أضع حدود لهذا المرض بعدم الوصول لدي مباشرة. المؤامرة الكبرى هي عدم وجود هناك اتجاه مباشر من الحكومات لأخذ احتياطيات أكبر مما كان عليه في السابق، أي أن الأفراد كانت هناك الشائعات أكثر من هي اللي تعتبر الإيجابيات بالنسبة إلى الأخبار. هي ما جعلت هذه المؤامرة لدى الشخص والفرد في داخل عقله، لكن أن تكون هناك مؤامرة، وطبعا الأعين كلها على أمريكا أن هذه مؤامرة على الاقتصاد الصيني. والآن نلاحظ أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد، فكيف هذه المؤامرة إن كانت على الاقتصاد الصيني قد يصل إلى الاقتصاد الأمريكي؟ ولاحظنا هناك انهيارات منذ تقريبا أكثر من شهر إلى الآن. للأسف دائما نضع شماعة حتى نبتعد من أخطائنا، حتى لا أكون أنا المخطئ فأضع شماعة حتى أرمي هذه الأخطاء على الأفراد. إن كان طبيا فقد تأخر الإعلان عن كورونا، لأننا نلاحظ أن كورونا قد انتشر وقد كان هناك قبل 2020، يعني ممكن تقريبا أن يكون في نوفمبر قد وضح أن هناك وجود مرض لكن غير منتشر، لكن الإجراءات الطبية لم تأخذ اتخاذ صارم بالنسبة إلى هذا المرض، وتأخر الإعلان عليه وانتشاره بشكل كبير جدا. عندما كان هناك انتشار وزيادة عدد الوفيات هو ما جعل أن هناك انتشار كبير. وأيضا منظمة الصحة العالمية لم تعلن عليه وباء إلا يوم أمس بعد الانتشار الكبير، طبعا إذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا. لاحظنا أن هناك الآن في الصين هناك اتخاذ أمور صارمة منذ إعلان هذا المرض، وهناك حجر بالنسبة إلى ليست مدن ولكن هي تعتبر، أنا أعتبرها عبارة عن دول، حجر دول داخل الصين بعدم الخروج أو الدخول من في داخل هذه المقاطعات، أدى إلى أن يكون هناك تقليل من عدد الإصابات وأن هناك حالات شفاء. مهما كان هناك حالات شفاء طبعا أكيد هناك مراجعات على هذه الحالات حتى لا يعود إليها المرض، وطبعا هذه هي المفروض من كل الدول أن تقوم على ذلك. لاحظنا الآن دول الخليج اتخذت نفس الإجراءات باتخاذ حرص كامل، باتخاذ وجود إن كان في داخل المطارات أو إن كان في داخل المدن وجود كاميرات مراقبة على هذا المرض، إن كان في ارتفاع درجة الحرارة أو غيره، طبعا اتخاذ الإجراءات اللازمة لجميع الأفراد، لأن للأسف ما زالت المؤامرة من الأفراد وليس من المرض مباشرة. أستاذ نايل، يعني وجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دراسة تحليلية أن الصدمة كما أشرت التي تسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي العالمي في هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. وأيضا دعت إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. يعني برأيك كيف يمكن لنا أن نضع هذه السياسات؟ ما هو المطلوب في هذه المرحلة لنتجنب المزيد من الخسائر؟ هي 2.5 تريليون وضع أن يكون هناك خسائر خلال من جراء كورونا، إلى أن إلى الآن لم يجد هناك أي دواء ولم يكن هناك أي حصر بالنسبة إلى انتشار هذا المرض. قد يكون هذا الرقم هي عبارة عن بداية إلى رقم أكبر منه. ما زلنا نترقب أن يكون هناك أي دواء أو أي حصر لهذا المرض. إذا تحدثنا عن الاقتصاد بكل تأكيد هو متأثر بشكل كبير من هذا المرض، ومتأثر بشكل كبير هناك الأوضاع، خلنا نقول المؤشرات الرئيسية في كل دولة كما ذكرت أنه يكون هناك على النشاط الاقتصادي إن كان في الدول أو إن كان في القارات.
سوف يؤثر على الناتج المحلي، سوف يؤثر على ايضا على اتجاه المستهلك نفسه بالنسبه الى الى الى, إلى الخروج وعمليات الشراء. لا ننسى ان هناك تعتبر هناك فصليه بالنسبه الى المؤشرات، ان كانت المؤشرات الصناعيه او المؤشرات التجاريه. هذا الهبوط بكل تاكيد هو يتوقع ان يكون هناك تدخل كبير كما شاهدناه في منذ بداية الأزمة حتى يومنا الحالي. هناك تدخل من البنوك المركزية مباشرة، أولها كان من الصين ضخ 142 مليار دولار في السوق المحلي، ثم تبعته البنوك الأخرى كاليابان وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي. لا ننسى أيضا في دولنا في منطقتنا في دول الخليج اتخذت أيضا البنوك إجراءات احترازية تقريبا. الآن منذ أسبوعين اخذ البنك المركزي الإماراتي أمور احترازية للبنوك وأخذ الإجراءات منذ أسبوعين حتى لا تكون هناك ضغط كبير كما شاهدناه في الأزمة العالمية 2008. هذا كله يؤدي إلى أن يكون هناك زيادة بالنشاط الاقتصادي في المستقبل، لكن إلى الآن لن يكون هناك حصر للوباء، لم يكن هناك وجود دواء، هو ما يجعل الارتباك الكبير لدى الحكومات والارتباك الكبير لدى الاقتصاديات. نشاهد أن الآن الأسهم لهذا اليوم يوم الخميس أن أسهم عالمية أصبحت في الأسواق الهابطة منذ ارتفاعها في بداية السنة، وطبعا توقيع الاتفاقية التي كنا نتحدث عنها في بداية السنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هناك أسواق قد دخلت الأسواق الهابطة مثل اليابان وأسواق في الاتحاد الأوروبي وأيضا السوق الأمريكي يوم أمس في بداية الأسبوع أغلق السوق الأمريكي. الآن نترقب في الدقائق القادمة أن يكون ممكن هناك إغلاق أيضا للسوق الأمريكي 15 دقيقة كما شاهدناه في بداية الأسبوع، لأن هناك تخارج وتخارج بشكل كبير من المستثمرين بسبب عدم وجود يقين مباشر بأن يكون هناك احتواء لهذا المرض وانتشاره. لكن دائما منظمة الصحة تتوقع أن يكون هناك تقليل من هذا المرض أو تقليل انتشاره في فترات الصيف. لا ننسى أن الآن في فترات الربيع، وفترات الربيع يكون هناك انتشار للأمراض بشكل كبير إن كانت الإنفلونزا وغيره، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على انتشار هذا المرض. اتخاذ دول بأمور احترازية هو ما يؤدي إلى عودة الاقتصاد مرة أخرى، رغم أن بكل تأكيد هي 2020 سوف تكون انخفاض بالنسبة إلى جميع اقتصاديات العالم، بعد طبعا اللي هو الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية الصين، ولا ننسى طبعا إذا كان بالصادرات أو بالواردات النفطية. إذن نبدأ بالقطاعات التي تأثرت أستاذ نايل. يعني شهدنا النفط، أسعار النفط هوت، الأسهم هوت، تأثر قطاع الطيران أيضا، السفر يعني خسارات كما يتحدث البعض بالملايين. يعني ما هي أكثر القطاعات تأثرا حتى الآن من جراء هذا الوباء أستاذ نايل؟ طبعا احنا نعتبر الان في فترات اجازات في بعض الدول، فيكون هناك الاكثر تضررا هو قطاع السفر والسياحه. القطاع السفر والسياحه هو المتاثر بشكل كبير، وقطاع التجزئه، لانه دائما السائح يقوم بعمليات شرائيه، والعمليات الشرائيه بعمليات من داخل اي دوله على حده، وهذا يدعم الاقتصاد المحلي لكل دوله على اخرى. هذا القطاع كان مثل ما ذكرت الطيران هو الذي يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاديات. قطاع الطيران طبعا ان كان في صناعه الطيران كبوينغ وايرباص، او ان كان باستخدام هذه الطائرات من جميع الدول ومن جميع الطيران بعمليات سياحيه او بعمليات للترانزيت. هناك مطارات قد خلت من المسافرين والسبب من تخوف الى انتقال. هناك طبعا بعض الدول قد امرت بعدم السفر ان كان الى الذهاب الى هذه الدول او القدوم من هذه الدول، وعملت عليها حجر كامل بالنسبه الى هذه الدول. طبعا هذا كله يؤثر على شركات الطيران، يؤثر على شركات السياحه، يؤثر على جميع القطاعات في هذه المؤشرات، لان مؤشر واحد قد يتشعب منه اكثر من 30 الى 40 مؤشر اخر. والمؤشرات في خلال في خلينا نقول في مؤشر السياحه مؤشر كبير بالنسبه الى الناتج المحلي لكل دوله على حده. هذا المؤشر هو الذي سوف يكون لديه الضرر الاكبر في الانتهاء حتى لو من بعد كورونا. يعني عندنا تقريبا الان قاربنا على انتهاء الربع الاول من 2020، الى ان توقع ان تستمر
هذه الضربة الاقتصادية حتى منتصف 2020، لأن هناك ما زال عدم وجود الدواء الشافي لهذا المرض، هو ما يجعل انتشاره بشكل كبير واتخاذ إجراءات صارمة. وطبعا هذه الإجراءات الصارمة سوف تؤثر على جميع القطاعات، وبدايتها كما نذكره في قطاع السفر والسياحة. إذن ذكرت حضرتك أن تعامل الصين الصارم والشفافية التي تعاملت بها بدأت الصين تتعافى، لكن كما أشرت أيضا العالم يتراجع مع انتشار كورونا، كيف يمكن أن يغير الوضع الآن في خريطة التجارة العالمية أستاذ نايل؟ سوف يتغير بشكل كبير جدا، وشهدناه منذ الأزمة، منذ إعلان عن كورونا في الصين، هو هبوط أسعار النفط بشكل كبير، لأن ثاني اقتصاد عالمي وهو يستخدم بشكل كبير من النفط، والنفط هو يعتبر النشط الكبير لدى الاقتصاديات خاصة في منطقتنا في دول الخليج، وثاني دولة في العالم من الاقتصاد تمتنع بشكل يومي عن استلام 500 مليون برميل، أثر بشكل سلبي على هذا الاقتصاد وهذا القطاع بشكل كبير. بالنسبة إلى الدول المصدرة إلى النفط، لاحظنا هناك انخفاض بشكل كبير، يعني منذ بداية السنة 2020 لاحظنا أن كانت أسعار النفط عند 66 دولار إلى برنت، وانخفاضها إلى 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 إلى, إلى, إلى قرابة 40 دولار عند طبعا تفشي المرض في الصين. وايضا خام النايمكس كان هناك انخفاض بشكل كبير من اكثر من تقريبا 50 دولار الى 30 دولار، هو ما جعل ان هناك قلق كبير بالنسبه الى هذا القطاع الذي يعتبر بشكل كبير يشكل ناتج محلي، وخاصه في منطقتنا في دول الخليج المصدره الى النفط. ثاني اقتصاد في العالم أثر عليه بشكل سلبي، هناك كان يتوقع نمو في 2020 إلى 6%، خفضه إلى 2.5%، أي يكون هناك النمو 4.5%، سوف يكون لديه أثر سلبي بكل تأكيد في الفترة القادمة، وخاصة في النصف الثاني لعشرين عشرين. هل تهوي الأسعار النفط أستاذ نايل لدون 20 دولار كما يتوقع البعض؟ لا أعتقد ذلك، لأن الآن هناك أزمة جديدة بالنسبة إلى أسعار النفط، خاصة بعدم وجود أي اتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا. طبعا يوم الجمعة كان هناك التخارج من هذا الاتفاق أوبك بلس، بعدم وجود هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق طبعا يمحو أوبك بلس في المستقبل القريب، وأن يكون هناك كل دولة سوف تصدر على 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 راحتها، وهذه الراحة سوف يكون لدي مخزون كبير في العالم، ويكون هناك عرض من النفط بأسعار كبيرة، عرض النفط بشكل كبير وأسعار منخفضة. لكن أتوقع أن يكون هناك اجتماع آخر خارج الأوبك وأوبك بلس بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل كبير، أن يكون هناك استقرار لأسعار النفط. لاحظنا أن أسعار النفط انخفاضها أثر بشكل سلبي على 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 روسيا، وأن المملكة العربية السعودية قد اتجهت إلى أن يكون هناك رفع بالإنتاج إلى 13 مليون برميل. اليوم أعلنت المملكة أن يرتفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل، وهذا بكل تأكيد سوف يضغط على الأسعار، هذا يضغط أيضا على النفط الجديد وهو النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية من 45 إلى 50 دولار، طبعا تحت الـ 40 دولار سوف نلاحظ أن هناك إغلاق بشكل كبير لمصانع نفطية وشركات نفطية، سوف يكون طبعا إنتاجها بشكل طفيف جدا في المستقبل بسبب ارتفاع استخراج النفط الصخري. أستاذ نايل، يعني أود أن أشير إلى الاستثمار والأسهم التي هبطت هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني المستثمر الصغير الذي يتابع مثلا محافظه تهوي ويشعر بالذعر مدخراته، يعني الذي لا يفهم ماذا يحصل، ما هي نصيحتك لهؤلاء المستثمرين الذين يراقبون هبوط الأسهم بشكل كبير، يشعرون بالذعر أن كل ربما مدخراتهم قد تذهب يعني بسبب هذا الحاصل الآن؟ كما ذكرت المستثمر الصغير، للأسف الذعر الكبير لدى المستثمر الصغير هو ما يجعل أن يكون هناك تخارج بشكل كبير. لاحظنا أن هناك خروج كبير من المستثمرين الصغار وسبب الذعر الكبير، إلى أن هذا الخروج أثر بشكل سلبي على المستثمر الصغير، وأثر بشكل كبير على ذهاب أمواله بالهواء، وأن يكون هناك خسارة كبيرة لديه. لكن هذا الذعر لن يكتمل إلى أن يكون هناك انخفاضات، يعني الآن
تعتبر الأسهم العالمية منخفضة بشكل كبير، أكثر من 86% هناك من الأسهم العالمية القيادية تعتبر منخفضة عن القيمة السوقية لها، وهذا يعني يؤثر أن يكون هناك دخول مرة أخرى بالنسبة للمؤشرات العالمية ودخولها بشكل كبير في الفترة القادمة. الآن بكل تأكيد الذعر الموجود طبعا اللي يسمعنا يقول أن هناك ما زالت انخفاضات، وهذا الانخفاضات بسبب فقط وجود ذعر ليس اقتصاديا، هو بسبب وجود انتشار كورونا للأسف الذي يؤثر عليه الأخبار والذي تؤثر على انتشار هذا المرض بشكل كبير وعدد الوفيات الذي يتزايد. الذعر أن يكون هناك انتشار بشكل كبير كوباء، وطبعا بعد ذكر وباء عالمي، وهذا ما يؤثر على نفسيات المستثمر. لكن نصيحة بالنسبة للمستثمر الصغير أن يتريس، لأن هناك ارتداد مرة أخرى بالنسبة للأسواق في الأيام القادمة بعد أن يكون هناك طبعا استقرار لانخفاض هذه الأسعار، لأن مهما كان هناك انخفاض للأسعار لن تصل إلقاء أكثر من هذه الأرقام التي وصلها خلال الفترة الحالية. أستاذ نايل، يعني أخيرا، هل تتوقع أن تستمر هذه التداعيات الاقتصادية إلى أن تعلن إحدى الدول عن وجود لقاح فعال ضد هذا الوباء؟ هل نرى أن الاقتصاد سيستمر في التأثر إلى أن نجد لقاحا فعالا ضد هذا الوباء؟ هذا المتوقع، وأتوقع أن الآن اللقاح يعتبر جاهز، لكن أتوقع يقومون بتجربته الآن بالنسبة للشركات الدوائية. عند إعلان الرئيس الأمريكي أنه في إبريل، أتوقع أن الرئيس الأمريكي لديه خطة دوائية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم أتوقع إلى الآن لم يعلن عنها بسبب هل أنها فعلا شافية بشكل كبير أو أنها شافية بشكل طفيف، لأن الآن طبعا المرض قد زاد بشكل كبير وقد أصبح هناك وباء وانتشار بشكل كبير، لأنه سوف يحتاج إلى كميات إنتاجية كبيرة. عند إعلان الرئيس الأمريكي أن هناك يوجد دواء، أتوقع أن الآن الدواء موجود ولكن هو تحت التجربة، فلن يعلن عنه حتى يكون فعلا هو شافي كبير بالنسبة إلى عدد الأفراد. الاقتصاد طبعا بشكل كبير يتأثر بهذه التداعيات، وأيضا إعلان أن وجود هذا الدواء بكل تأكيد سوف يكون هناك ارتداد مرة أخرى بالنسبة للاقتصاد. إذا وضحت الصورة بالنسبة للدواء أو عدد الشفاء هو بشكل كبير، بكل تأكيد سوف تتأثر بشكل إيجابي. كنا نتحدث في 2019 أن هناك ركود وأن هناك أزمات مترقبة من 2019 إلى أن نهايتها أتت أفضل من 2018. الآن بداية 2019 هي تقريبا نفس بداية 2019، 2020 هي بداية نفسها 2019، ولكن أتوقع في النصف الثاني يكون هناك امتداد وبشكل كبير على خاصة الأسواق المالية بعد طبعا الشفاء، وأن هناك يكون فصل الصيف يعتبر المرض بقلة انتشاره وخاصة في الدول التي تعتبر صحراوية. أستاذ نايل الخبير والمحلل الاقتصادي نايل فالح الجوابرة، أشكرك جزيل الشكر على تخصيص من وقتك هذا الصباح لتطل على مستمعينا ومتابعيك في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. تحياتي لك.